بالعادي يابا. صحيح انا وعمك فاضل عمرنا ما اتفقنا مع بعض، لكن ده مهما كان اخويا، اخويا ابن امي يا ابويا. يا معلم بدران، رجالتك جاهزين وتحت امرك يا معلمه. جاي لك يا دكتور. واخد رجالتك ورايح على فين يابا؟ لازم اوقف الهلباوي عند حد. يا مقصر الشر، مره تصيب ومره تخيب، وانت في رقبتك اتنين ولايه، ولو جرالك حاجه بعد الشر الناس هتقطعنا حتت ويرمونا للكلاب. محدش بيهرب من قضاء يا صباح يا بنتي. يابا استنى يابا. شاعة لمن السوق يا معلم نصار؟ شاعة ايه يا حاج مبروك؟ بيقول لك بدران فتوة الجماليه جاي وجايب معاه رجالته لك لما يصفي حسابه مع الهلباوي. يبقى نقفل الورشه وناخدها من اصولها يا سعد. ما يدخلوا مع بعض. لما نولهم ولا ما الورشه تتكسر ولا تتنهب، نبقى نعمل ايه ساعتها؟ عليا النعمه من نعمه ربي، لو حد هوب منهم من ناحيه الورشه ده كل حرق صار الكور. يا ابني دول فتوات ما احناش عدوهم. يا عالم انتوا فاهمين البطلانه غلط. بطلانه ولا الهلباوي مش فتوات، دول بلطجيه. وبعدها لك يا سعد يا ابني. وصل الصار. الفتوى عمرها ما كانت ان القوي يفتري على الضعيف ولا يسرق على الاجير. الفتوى شهامه مروه جدعانه، واقف جنب المظلوم لاجل ما ننصره على الظالم. ما نخافش من حق حتى لو كان على رقابينا. يا ابني كلامك الحلو ده انا سمعته من 30 سنه من بق الله يرحمه فاضل الجمال اخو بدران المفتري. وكانت النتيجه ايه؟ اتذبح فاضل ومراته بايدين بلطجيه لحد دلوقتي محدش عارف هم مين. بس ايه؟ بعد 30 سنه بتترحموا على روح فاضل الجمال، لكن يوم ما يجي اجل بدران ولا الهلباوي هتلعنوهم زي اي كلب وراح. انت مش هتقوم تقابل بدران على باب الوكاله؟ وابدو ليه يا موسى، هو اللي عاوزني مش انا اللي عاوزه. انا في عرضك يا معلم الهلباوي، احميني يا واد. انت من يوم ما حطيت رجلك هنا وانا اللي بحميك يا حنجل. بس بدران جاي النهارده عشان يقتلني. انت يا راجل، انت مش ناقصين الخرج بتاع التجنيجة يا ابني. يا بتعمل يا حنجلك يلا. الهي حنجلكم انتوا الاثنين. ايه الحكايه؟ اوامر المعلم الهلباوي ومحدش يقابله غيرك يا معلم بدران. خليك مع رجاله يا كروري. اهلا اهلا بسيد الفتوان. يا اهلا اهلا اهلا. ولا سلامك غلب كلامك، لا فشفشت لحمك قبل عظامك. تفشفش مين يا بدران؟ احنا خلاص عجزنا وراحت علينا. ما دام مريت الهلباوي بقى ان احنا عجزنا، يبقى لازم نقعد سوا نتكلم كلمتين بالهداوه. الهداوه ما تنفعش هنا، عندي في البيت. لو في جهنم يا هلباوي برضه القعده معاك تحلو. طب اقعد استريح، عمال الواد همبكة ما يشد لي الكريت. يا موسى كوبايه على اسوس المعلم بدران عشان يهدى كده ويروق دمه. ربنا يهدي. ايه يا اخينا؟ معلم الباوي عاوز يركب الكريته. طب مش ادفع ثمن تصليحها قبل ما اركبها؟ تصليح ايه يا اخينا؟ ثمن تصليح الكارته يا همبط. مش كفايه المعلم سايبكم تسترزقوا في الحته ولا ايه؟ خلاص يا سعد يا ابني، عوضنا على الله. طب قسما عظما بقى، الكارته دي ما هتتحرك من هنا الا ما يدفع ثمن تصليحها. ما دام الوسطه بتاعك بقى ما عرفش يوفيك، يبقى احنا اللي هنعلمك الادب يا ابن كرامات.